بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير دايما يا رب. ان شاء الله النهارده فيديو جديد مهم جدا، هنتكلم فيه عن حاجه مهمه وغلطه مهمه جدا جدا جدا، غلطه ارتكبتها بالغلط بوظت معايا مجهود سنين وضيعت مني حمام ب 15000 جنيه بسبب فرد حمام واحد ب 40 جنيه. الغلطه بتاعت النهارده ليها قصه كده وحكايه طويله، احكيها لك بالتفصيل عشان تاخد بالك من الغلطة دي وعرفك احنا نتعامل معها بعد كده ازاي. طبعا كان عندي دكر في مرة بيروق، الكلام ده طبعا من كام سنة كده، كان عندي دكر بيروق وحبيت ان انا اعالجه، فديته علاجات للترويق والتخصيب والكلام دوت، قعد بتاع 10-15 يوم ياخد ادوية وخلاص بقى مفروض ان انا بطلت اديله علاج ومفروض ان هو كده يكون يتعالج وخلاص اجربه على انتاج. طبعا ما كانش عندي انتاج فاضية اجربه عليها اجوزه لها واجربه عليها، فاضطريت ان انا اعمل ايه؟ اضطريت ان انا اشتري له نتايه من بره، اشتريت نتايه من سلاكه في الشارع ب 40 جنيه وجوزتها للدكر ده. تمام؟ النتايه كانت جايه كويسه جدا سليمه، ما فيهاش اي امراض، ما فيهاش اي مشكله ولا اسهالات ولا اي حاجه، حطيتها مع الدكر. خلال اسبوع كان الدكر ده مات، فجاه كده لقيت الدكر ميت. فما حطيتش في دماغي ايه السبب اللي خلى الدكر يموت، انا قلت خلاص بقى يعني يمكن مثلا ايه سقعه، عنده مشاكل في الكبده، موت مفاجئ، حاجه زي كده يعني. فالنتايه فضلت في العين زي ما هي، بعدها بكام يوم لقيت جوز حمام تحت في السلاكه اللي تحتيهم، كانوا طبعا حمام ده بره الاوضه هنا يعني، في العشش الخشب اللي كانت فوق العشه بتاعت الحمام السايب اللي هنا. فبعد كده لقيت الجوز اللي تحتيهم بداوا ان هم يسهلوا اسهال، بس بياكلوا كويس وبيشربوا كويس، ما فيهمش اي مشكله خالص، بداوا ان هم يسهلوا جامد. فقلت يمكن بسبب البرد الشديد الحمام بيسهل، فاخدت الجوز دولت قلت ادخلهم جوه الاوضه في الدفا كده، فدخلتهم جوه الاوضه وحطيتهم في سلاكه جوه وبدات ان انا اديهم علاج للاسهال، فكانوا بيستجيبوا معايا شويه ويرجعوا تاني يسهلوا شويه وهكذا، لحد ما فجاه لقيت الحمام عندي كله بيسهل، الحمام عندي كله بيسهل. وبعد كده لقيت بدا ان حمام يموت مفاجئ وحمام يتروش، حمام يموت مفاجئ وحمام يتروش كتير. فالموضوع بدأ بقى اللي هو مفيش سيطرة على المرض، والموضوع بدأ يسرح زي النار في شوية قش، يعني كأنك ولعت عود كبريت كده في شوية قش. لقيت الموضوع انتشر بسرعة جدا، سرعة رهيبة، فما بقتش لاحق ان انا ادي لده علاج ولا ادي لده علاج ولا ادي لده ولا اعمل ايه، ولا الحق اللي مات ده ارميه، ولا اخد اللي تعبان يتروش ده اعزله. ما بقاش عندي يعني اللي هو القدرة على السيطرة على المرض. المرض انتشر تقريبا في 90% من الحمام، وبدأ ان يموت كل يوم من حتة لثلاث حتت. تمام؟ من فرد لثلاث فرد حمام. طبعا غلطة كبيرة جدا، ضيعت مجهود كبير جدا جدا جدا، مجهود شغل وسنين وفلوس كتيرة. فمات في الموضوع ده حوالي مثلا ايه من 10-15 جوز حمام، من 10-15 جوز حمام، يعني في سكة 15000 ويمكن زيادة عن 15000 جنيه بسبب النتاية اللي هي كانت ب 40 جنيه دي. طب تفسيري للموضوع ده في الاخر كان ايه؟ كان تفسير الموضوع ده ان النتايه دي كانت محطوطه في وسط حمام عنده روشه، فكانت حامله للفيروس بتاع الروشه ده، فبدات ان هي اول ما دخلت عندي في العشه مع الدكر نقلت له العدوى وهي سليمه زي ما هي. تمام؟ هي سليمه ما ظهرش عليها الاعراض، لان هي انتاج ريزليه، المناعه بتاعتها اقوى بكتير جدا من الحمام الزينه كله. ما ظهرش عليها اي اعراض، بس الدكر خد العدوى وما استحملش العدوى ومات بسرعه. تمام؟ بعد كده لما العدوى انتشرت تحتيهم في الجزء اللي تحتيهم وبدا يظهر عليهم الاسهال، كانوا هم بيحاولوا يتماسكوا ويتغلبوا على المرض عشان مناعتهم كويسه شويه. فلما انا نقلتهم في وسط الحمام اللي جوه الاوضه برضو هم نشروا المرض في الاوضه كلها. تمام؟ الموضوع كله كان عدوى فيروسيه قويه جدا، ولما ضربت الحمام ضربته بقوه جدا لان الحمام واخد رفع مناعه، ف المناعة عنده قوية، فالفيروس نفسه بيطور من نفسه عشان يقدر يتغلب على مناعة جسم الحمام، ففعلا قدر ان هو يتغلب على مناعة جسم الحمام وضيع مجهود كبير جدا. طيب الحمام بقى اللي هو الزواجل والكريزليات والاستراليات وحمام التحضين ده كله، هل في حاجة منه اتروشت؟ هقول لك تقريبا كانت حمامة واحدة او حمامتين من حوالي مثلا 15 جوز او 20 جوز حمام تحضين، حمامة واحدة او حمامتين بس اللي جالهم روشة وذبحتهم على طول. تمام؟ طبعا غلطة يعني صعب جدا ان انت تتخيل بفرد حمام ب 40 جنيه يعمل عندك ده كله. ف
فانا خلاص بعديها حرمت، يعني قررت ان انا اي فرد حمام اجيبه جديد لازم يكون ليه مكان عندي اسم المعزل يتعزل فيه، لحد ما اتاكد 100% ان هو خالي من اي عدوى، خالي من اي مرض، مش حامل اي مرض. بسيبه طبعا مدة معزول لوحده من 10 ل 15 يوم وبياخد ادوية للوقاية من المرض اللي هو ممكن يكون حامله. تمام كده. فطبعا دلوقتي الحمد لله بفضل الله اتعلمنا من الغلطة دي، اتعلمت منها ان انا مفيش اي فرد حمام غريب اجيبه الا لما يتعزل الاول لمدة من 10 ل 15 يوم كمان، لحد ما اتاكد ان هو سليم جدا، خالي من اي مرض، خالي من اي عدوى، وياخد ادويه كمان طول الفتره دي. فهوريكم دلوقتي كده اربع تجواز حمام زواجل لسه جايبهم بقالهم تقريبا حوالي 3 او 4 ايام، معزولين دلوقتي في المعزل عندي. وطبعا انا ما بقاش عندي معزل تحت خالص هنا، عشان طبعا كسرت العيشه اللي كانت هنا وشلت السلكات الخشب طلعتها فوق الاوضه، فخليت المعزل فوق الاوضه، بقيت اعزل الحمام دلوقتي فوق سقف الاوضه عشان يبقى بعيد خالص عن الحمام اللي هنا وبعيد خالص عن الحمام اللي جوه الاوضه، والحمام اللي معزول ده مش هينزل ويتحط في سلاكه هنا او سلاكه جوه الاوضه الا لما اتاكد 100% ان هو خالي من اي امراض وياخد بعض الادويه كده اللي بتطمني انا لو هو حامل لمرض يتخلص من المرض ده. طبعا اصعب امراض ممكن تقابلك هي الامراض الفيروسيه، يعني الجدري والروشه دول اخطر مرضين ممكن يقابلوك، واللي هم صعب السيطره عليهم لو اتنقلوا عندك للمكان. فدولت اهم حاجه احنا عايزين نحافظ على الحمام منها. فبنحافظ ازاي؟ يعني انا مثلا لو جايب حمام جديد وعايز ان انا اكون متاكد ان هو خالي من الامراض الفيروسيه، زي ما قلت قبل كده بنستخدم مضاد فيروسات. مضاد فيروسات زي ايه؟ اول حاجه الروباديور بيطري، روباديور مضاد فيروسات بيطري. تاني حاجه الفيركون اس بيطري. تالت حاجه اليود، تمام، يود بيطري. رابع حاجة زوفيراكس مضاد الفيروسات البشري. خامس حاجة الأعشاب اللي هي عشبة الزعتر كمضادة للفيروسات من الأعشاب. نستخدم أي حاجة من الحاجات دي كلها، خمس حاجات هم ممكن تستخدم أي حاجة منهم عشان تبقى متأكد قبل ما تدخل الحمام عندك إن هو خالي من الأمراض. أي حاجة من دول هنستخدمها لمدة 5 أيام، تمام كده؟ أي حاجة من دول هنستخدمها لمدة 5 أيام. طبعا هنحط منها على المية للحمام يشرب منها لمدة 5 أيام. الحمام الزرق بتاعه كويس، الحمام شكله طبيعي، ما فيهوش اي حاجه كشه، ما فيهوش اي حاجه بتسهل ميه، يبقى الحمام ده سليم. بعد كده هنديله مثلا رافع مناعه لمده 3 ايام، ممكن نديله مثلا بعد كده يوم او يومين علاج للديدان كطارد للديدان لو عنده ديدان ولا حاجه ينزلها. بعد كده بنديله مضاد سموم يوم او يومين. بعد كده بنديله خماير يومين او 3 عشان نبقى متاكدين ان الحمام خالي من اي مشاكل، خالي من اي امراض، خالي من الديدان، خالي من الامراض الفيروسيه، الامراض البكتيريه. طبعا ده كله هتعرفه من خلال شكل الحمام ومن خلال الزرق بتاعه. فهوريكم دلوقتي الاربع اسس الزواج اللي انا جايبهم، نطلع نبص عليهم كده بصه مع بعض فوق الاوضه، وبعد كده نرجع نكمل الفيديو مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا السلكات اهي يا جماعه، سلكات الخشب اللي كانت تحت حطيتها هنا فوق سقف الاوضه. خليت ظهر السلكات اللي هو الظهر الابلكاش ده الاتجاه البحري، الهواء البحري بيضرب هنا، تمام؟ فهنا كده ما يضرش الحمام عشان البرد بالليل والسقعه، تمام؟ فالسلكات طبعا متقفله اهي، مفيش منها غير الوش ده اللي مفتوح سلك، برده نفس النظام اهو، ده اللي مفتوح سلك، انما السلكه دافعه، يعني ان شاء الله دافعه عشان الحمام برده ايه ما يتعبش مننا بسبب البرد والسقعه ونشيل ذنبه، تمام؟ بص كده الزرق تحت الحمام اهو، ده زبل الحمام، تمام اهو، كويس جدا. الحمامه عملت زرق قدامنا اهو عشان نشوفه مع بعضينا، تمام اهو يا جماعه، ده زرق الحمام اظن كده كويس جدا، ما فيهوش اي مشكله. طبعا الزرق القديم برده هو نفس النظام، ما فيش اي مشكله، صحته كويسه وبياكل كويس وبيشرب كويس، ما فيش اي مشاكل باذن الله، مش ظاهر عليه اي اعراض مرضيه ولا كاشش ولا في اي حاجه، تمام. الزرق بتاعه برده زي ما قلنا الزرق بتاعه كويس متماسك اهو، تمام. ولونه مش لون زرق مرضي مثلا ولا في اي مشكله باذن الله، فبرضه هيفضل هنا وبياخد برضه الادويه بتاعته لحد ما نتاكد 100% ان هو سليم ما فيهوش اي حاجه. بعد 10 او 15 يوم يبدا ينزل في السلكات اللي تحت. هنا الجزء الثاني اهو يا جماعه ما شاء الله، جزء زواجل برضه، تمام، ما فيهمش اي مشكله الحمد لله، صحتهم كويسه وقفتهم كويسه، الزرق بتاعهم على الارض اهو، تمام، الزرق بتاعهم كويس جدا اهو، ما فيهوش حاجه، تمام اهو زرقهم كويس متماسك، زبله صغيره لونها عادي كويسه ما فيهاش اي مشكله، تمام كده. ده الجزء الثاني، تمام. تعالوا نبص على الجزء الثالث اهو، ده الجزء الثالث
تمام اهم ما شاء الله تمام، برضو صحتهم كويسه وبياكلوا كويس وبيشربوا كويس، الزرق بتاعهم اهو تمام ما فيهوش اي مشاكل، عشان ما نبقاش قلقانين ان هم مثلا حاملين لمرض او حاجه، اهو برضو الزرق بتاعهم كويس ما فيهوش مشكله، والحمام شكله العام ما فيهوش حاجه يعني باذن الله تمام. فهنخليهم برضو زي ما قلنا لحد ما يتموا المده الكامله، وبعد كده نبدا ناخدهم هناك. ده الجزء الرابع اهو ما شاء الله تمام، حمامتين صحتهم كويسه شكلهم كويس، الزرق بتاعهم برضو زرق متماسك ما فيهوش حاجه اهو تمام كده، زرق متماسك ما فيهوش اي حاجه، بياكلوا كويس وبيشربوا كويس، والشكل العام بتاعهم طبيعي. فهيفضلوا برضو زي ما قلنا كده الاربع تجواز دول هيفضلوا هنا الاربع اسوس لحد ما يتموا 10 15 يوم باذن الله، ونتاكد ان هم خاليين من اي امراض، بعد كده هننزلهم في السلكات اللي تحت تمام كده. يا جماعه زي ما شفنا مع بعض الاربع تجواز دول انا عازلهم لوحديهم فوق سقف الاوضه جوه السلكات الخشب، ومخلي ظهر السلاكه في اتجاه الهواء البحري تمام، عشان الهواء البحري ده اللي بيتعب الحمام وبيمرض الحمام اصلا حتى لو جاي سليم، فاحنا عايزين نحافظ على الحمام. انا حاططهم في سلاكه، طبعا السلاكه الثانيه مقفل الظهر بتاعها ببلاستيك، وبعض الكراتين برضو مقفل بيها من جهات معينه عشان اخلي فتحه صغيره بس للتهويه، بحيث ان الحمام ما يمرضش اصلا بسبب تيارات الهواء البارده والسقعه بتاعت بالليل تمام. فدولت بياخدوا زي ما قلت لكم ادويه مضاد فيروسات، زي بعد كده هياخدوا مثلا رافع مناعه، هياخدوا علاج للديدان، هياخدوا مضاد سموم، هياخدوا خماير، بعد كده ينزلوا هنا ان شاء الله في السلكات ديت، ويبقوا اسس تحضين من الاسس التحضين بتاعتي باذن الله. اللي انا عايز اوصله لك بقى من الفيديو ده كله، ان ما تدخلش حمامه غريبه عندك الا ما تكون متاكد 100% ان هي خاليه من الامراض، مهما كان شكلها مهما كان الحاله العامه بتاعتها. طبعا الغلطه صعبه جدا ان انت تسيطر عليها فيما بعد، الخساره اللي هتخسرها هتبقى خساره كبيره، حصلت عند ناس كتير، ناس اعرفهم شخصيا حصل عندهم نفس المشكله ديت، ومات عندهم حمام بالافات بسبب غلطه بسيطه وفرد حمام واحد مريض دخل على الحمام بتاعهم. فحاول ان انت تتجنب المشكله ديت عشان تحافظ على الحمام والطيور بتاعتك من ان هي تتعدي او تموت بسبب فرد حمام مثلا، او بسبب شويه حمام جبتهم من بره حاملين لمرض معين. برضو في حاجه تانيه عايزك تاخد بالك منها، ان هي لو عندك فرد حمام مريض ظهر عليه اي اعراض مرضيه او ظهر عليه اسهالات، لازم تاخده تعزله بعيد عن الحمام خالص وتطهر مكانه، عشان العدوى دي ما تنتشرش بقيه الحمام اللي موجوده عندك او بقيه الطيور اللي موجوده عندك. فطبعا الوقايه خير من العلاج، انت قبل ما تعالج الحمام لا، اعزل فرد الحمام وطهر مكانه، عشان دي لو عدوى فيروسيه تنتشر في المكان كله بسرعه جدا ومش هتلحق تسيطر عليها. فخلي المعزل بتاعك لازم يكون عندك مكان تعزل فيه، لازم يكون عندك عين حتى على السلم في المنور، على السطوح بره، فوق الاوضه، فوق الغيه، في اي مكان بعيد عن الحمام بتاعك، بحيث ان انت تعزل فيه الحمام المريض او الحمام اللي انت جايبه من بره ولسه مش عارف اذا كان مريض ولا سليم تمام كده. فده كان فيديو النهارده، يا رب نكون استفدنا منه. ما تنساش تعمل لايك على الفيديو وتعمل اشتراك في القناه، تفعل الجرس عشان يجي لك اشعار باي فيديو بينزل على القناه جديد، كمان ما تنساش تعمل مشاركه للفيديو عشان تفيد غيرك بيه. ولو عندك اي استفسار او محتاج موضوع نتكلم فيه اكتبه في التعليقات تحت الفيديو، ان شاء الله اجهز لك الموضوع وانزله لك على القناه في اقرب وقت. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اخوكم ابو مريم التونسي.